يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، يعني أطلعنا على الأجواء لديك الآن بعد وصول مواد إغاثية وأيضا طائرات. نعم، تحياتي لك مرنا ولكل السادة المشاهدين. لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية هنا في مدينة العريش وأيضا في معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. بالحديث عن مدينة العريش اليوم التي استقبلت السفير الفلسطيني بالقاهرة، وهذه الزيارة الهامة للتأكيد بالطبع على يعني متابعة الجهود المصرية للجرحى والمصابين في محافظة شمال سيناء. السفير الفلسطيني أشاد بدور مصر وأيضا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الجهود المقدمة، وأكد على أن مصر حليف استراتيجي لفلسطين وللقضية الفلسطينية، وأيضا يعني أشاد بموقف مصر الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين، وأكد أيضا على يعني أو وجه الشكر على كل الخدمات الصحية المقدمة، وأكد على أنه سيكون هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للتنسيق والتشاور حول الأمر، ودعا بالطبع إلى ضرورة وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة ووصول وجود ممر آمن لوصول المساعدات دون قيد أو شرط. وبدوره أيضا أعاد محافظ شمال سيناء التأكيد على الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في المستشفيات الموجودة أو حتى في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وأكد أيضا على وجود بعض الوحدات السكنية للعالقين والتي تتكون من 72 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أماكن الاستشفاء لمن يتم فترة علاجهم بالمستشفيات، فهناك رعاية صحية متكاملة للأشقاء الفلسطينيين. أما بالحديث عن معبر رفح، نتحدث أيضا عن أن هناك يعني 70 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني. هذه الشاحنات محملة بعدد من المواد الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أنه ما دخل إلى منفذ كرم أبو سالم اليوم من بوابة معبر رفح المصري، نتحدث عن 73 شاحنة توجهوا للإخضاع عمليات التفتيش عند منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة بالطبع إلى استمرار المعبر في استقبال المصابين. نتحدث عن أن المعبر حتى الآن وحتى اليوم استقبل منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة نتحدث عن 15 مصابا يتم تقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم، ثم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف الموجودة داخل وخارج المعبر إلى المستشفيات المخصصة لهم أو حتى إلى المستشفى العائم الموجودة في ميناء العريش إذا كانت المستشفى الفرنسية أو حتى المستشفى الإيطالية الموجودة في السفينة الإيطالية الموجودة في ميناء العريش. بالحديث أيضا عن مطار العريش وعن لازال يستقبل الطائرات والمساعدات الإنسانية المختلفة، مطار العريش استقبل اليوم طائرة إماراتية على متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وهذه المساعدات تتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لدخولها إلى معبر رفح، وبالتالي وصل عدد الطائرات التي هبطت في مطار العريش إلى 361 طائرة بإجمالي نحو 11000 طن من المواد الغذائية ومن المستلزمات الطبية. وهنا مطار العريش نقطة هامة فيما يتعلق بوصول المساعدات وأيضا الزيارات التي تأتي لمتابعة وصول هذه الشاحنات ووصول المساعدات وأيضا الخدمات المقدمة، وكان آخرها زيارة وزير الدفاع الفرنسي بالأمس الذي أشاد بدور مصر في تقديم كل الخدمات الصحية والمقدمة للأشقاء الفلسطينيين. فنحن نتحدث عن مجهودات كبيرة تتم لم ولن تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء بالخدمات الصحية الموجودة في مدينة العريش أو حتى أمام معبر رفح أو حتى فيما يتعلق بدخول أكبر عدد من المساعدات من الجانب المصري. ويتبقى بالطبع على الجانب الآخر أن إجراءات التفتيش تقل نوعا ما لدخول أكبر عدد من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. فالجهود المصرية متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين فيما يتعلق بإيصال المساعدات وأيضا الدعم الصحي المقدم لهم. نعم، حسنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذا العرض المفصل.